عامل منشي الدنيا في الركح الليلي البيف ميزيل متواصل ميزيل فما تراك هيك الهبط اسمه فيتاليتي هني نعكك فما واحد نغره ويسب فما العبيد اما ميسيلش اما مش باش رياكتيو عليه ما عادش باش نعكك منه لكن مش مشكل نوليو نعملوا فهمتني ولا اناليز الهيكل ونزيد رياكتيني وهيكل على هيكل ونزيد نجيب فرانكو رياكتي على هيكل فهمتني ونعكك مريكل حضر لي الكهرباء باذن الله يرحم والديك. السلام عليكم الاولاد بسعاده كالعاده في اناليز اليوم باش نعملوا اناليز للتراك نتاع هيكل فيتاليتي برو بالرسمي هيكل فما برشا عمق في الدنيا هيكل ميزيل ماشي في اسم التراكات المتواصله المزيانه اش معناها فيتاليتي هذه كلمه فازه تجي بعد الفينيشهم في لعبه مارتل كومبا يعني لهني هيكل ميزيل مواصل في ابهار بالاسامي والاسم نتاع التراكات ميزيل متناسق فهم فما لغه قبل ما نمشيو نسمعوا التراك ونعملوا اناليز ونفسروا كل بار نقراو كومونتير من الكومونتيرات نتاع العاده والعوي هو موصول سب لام خاطر فما كومونتيرات في الرياكسيون نتاعك سب له امه انت هبطت يا الوليد طوري في الناس سبت له امه في الرياكسيونات نتاعي واني حطيت لهم لايك ولا في غنيه هيكل وهيكل حط لهم لايك انا ما نحطش لايكات جمله في الكومونتيرات نقرا وكهو فهم هيكل خويا يحط لايكات على بعضه به معناها انت تقصد هيكل خويا لهني يا بارامو فما شكون برر دي التبرير فما شكون قاعد يبرر هو يبرر في الرياكسيونات في الستوريات نتاعو به نتاعك سبوا له امه وانت حطيت عليه لايك يعني يا برو الغلطه منك لا انا ما حطيتش على حد لايك يعني ثبتوا رواحكم الاولاد في التبرير بالله ثبتوا رواحكم مش انتوما انتوما خاطيكم بالطبيعه انتوما ناس جمهور كذا ما دخلكم حد شيء عندكم راي تقولوه كهو ابارامون هو فلذلك هو في ستوريات يثبت روحه به ملول ما تلوموش عليه كيفاه جبد لهم وتولي تدور عليه لعبات مانيش ندور على حد لعبات قاعد نعطي في رأي في بار هو ضعيف في الكتيبة هكا ينجم يقول نيكم الناس اللي سبت لي أمي في كومنتيراتك ينجم يكون هكا البار علاش تبرو انتي طاو بروك كتبت لي كومنتير أمك تسبت راهو قال نيكم اللي كومنتي لك بصفة عامة ما تحكي ليش ضعف كتيبة لهني باش تقول لي ليه وما لا ضعف كتيبة شوف الاولاد من حقكم انكم تقولوا هو رابح من حقك تقول اللي تحب قعد بينا ما نعرفش شنو لكن مش من حقك انك تبرر سبان لما تبروش راهو قال نيكم اللي كومنتيلك يعني اي انسان كومنتيلك وبلاش بكم ماكمش مركزين حسيتكم ماكمش مركزين مع نيكم اللي حل هالك زيد تعرف شكون راهو طول يقصد في جماعه الرياكسيونات ما تحكي لي حتى حكايه ما تقوليش نمسخ فيهم على العباد يا اما انتوما ما تفهموش بيران وما ما تحبوش تفسروا البيران يا اما انتوما مغمضين عين وحالين عين فاهم لذلك الاولاد راهو نيكم اللي حلها لك بالوجه تحكي لي حتى حكايه يقصد في الناس اللي تعمل في الرياكسيونات على خاطر قالوا هيكل كاسح هيكل يطلع منه هيكل كذا فهما هكاك شنو عملوا حلها لك يعني برو خليك تاخذ في روحك الثقه لذلك الاولاد بالله ما غير تبرير الاولاد خلينا نكملوا البيف ونشوفوا شنو قال هيكل وبيت بو يحلو راني باش نسمع ونبعث لي نحكي رياكسيون عليه لا سب لي الناس اللي تبعني انت برو ما تتبعنيش عندك الحق انك تبرر له خاطر امك ما تسبتش لكن كي تجي ترجع برو نيكم اللي كومونتي لك حاشا امك راهو كومونتيرك هذا تسبيت عليه معنا هذايا تقول لي لا ما قصدش ولا حب ولا حب يقصد ولا يقصد في فلان فلذلك فقر من البار نتاعو برو ما تعرفش تكتب نورمال موت نيكنا با تقول فيه نيكم اللي سب لي امي في كومونتيرتك ايزي ما كنت كتيبه وستيله وكاسح وستيله نتاعك اي كي اي برو ما تحكي ليش فاهم اي كي اي اكا اي كي اي اكا 47 حاسيلو الاولاد نمشيو نسمعو وباش نحكيو كما قلنا اناليز ونفسرو بار بار ليتس جو حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخة فسد ومبت البر اول لقطه حبيت نوريها لكم هي الفيتاليتي في المارتل كومبا هذه الفيتاليتي هذه تجي بعد الفينيش هم ريتكي تفنش وهو صايف فيت وراح مات كذا تعمل فازه بالمانيت تجي الفيتاليتي هذه اسم التراك يعني برو مازلنا فما عمق في اسامي التراكات فما فيجن
على عكس السيد الاخر مهبط تراك اسمه فما شويه الاولاد اني راني موجود في البيف ونحكي على اخويا يعني باش تلقى فما شويه تحيز لكن باش نحكيه منطقيا يعني برو تهبط تراك اسمه مازلت حي وهو التراك اللي اني قتلتك برو لهني قاعد تقول لا الاولاد معناها الراك اللي تكلاشي في روحك في اسم التراك مش العكس به لهني اسم التراك تفسر hey, I thought it was all over. من المكنين كما تعرفش منين يا اخي هو قال ما نعرفش عليك منين بي يا 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 صحيح يو ستيل الايف مي باتل الراب وفيت صحيح ما زلت حي ما الباتل وفيت لاني لعبلو على النقطه نتاع اسم التراك يعني ريتك قلت لكم لو اسم التراك بتبيعته غلط لعبلو عليه بدنو باقي عايش اسمه كلينيكيا مات لي بدنك مازال عايش اما اسمك اكليكيا مات جاني سالني على عركة قلت له روم البكري وفات قال لي ملاوين البيت هزته الحماية ومشات لان ما فماش تكافئ فرص ناقص من البص ناقص من الحاستي ناقص وترس كان جيتني خمس سنين التالي نكبش فيكي البرس كان جيتني خمس سنين التالي نكبش فيكي البرس لهنيش يقصد هيكل يقصد كومسي يعني توا مخي خدمة ومخي كذا وراني هكا باقي مانيش مكبش فيك هكا مانيش مكبش فيك نقطع لك مفا اي واحد من الناس راني قلت له يزي سايل بيف يزي هيك لو ديجا مشي سجل واني ما في باليش وكتبه كذا وهو ديجا قال لي لاني راهو برو في حق الناس اللي تثبت اماتها بس نفسيتك المس وشوف شكون تجيب باش يحز عليك سلامة خوك كفارة برو سلم لي عليه عليك سلامة خوك كفارة برو سلم لي عليه في بالك برو البار هذا كاتبه هيكل من قبل وقت اللي يكتب على البار متاع التراك الاولاني برو على خاطر علاش على خاطر هيكل ديجا هذاك حطولك فخ وفي باله بخوك راوح ريت برو قديش عمق في الكتيبة راو نايكلك فخ في وسط تراكو بخلنا نفسر لك باش تنجم اذا كان باش تزيد طبة تراك اخر باش تنجم تواجه وتعرف السيد هذا فاش قاعد يعمل لك السيد ديجا في باله بخوك راوح واعطاها لك هكيك وباش يجي ينيكك بالبار هذا هاسم يتوا فهمت صاير المس وشوف شكون تجيب باش يحز عليك سلامة خوك كفارة برو سلم لي عليه يتوا فهمت صاير هاك علاش ما عادش تغني عليه الزيبي نكالك ما بين النواظر هاك علاش ما عادش تغني على اخوك الزيبي يعني فيك ماكش ريل حبس خوك خدمت بيه يعني فيك ماكش ريل حبس خوك خدمت بيه بابا هذا الكل محضرهولك من اللي هو كتب لك تراك وخاطر انت كي جاوبت باقل من 24 ساعة وذي نحكيو على الوقت متاع تراك هيكل راهو الاولاد لاني هيكل كيما نقولوا الزرب باش يهبطوا في اقل من 24 ساعة هذه ريل اقل من 24 ساعة بالرسمي اقل من 24 ساعة مش كيما اللي عامله هو راهو هو تراكو كيما قلنا في الفيديو الاخر تراكو مكتوب من قبل ديجا قال على روحه كل شيء كان جيتاني في بلاستيك يوتيوب ما عادش نفس فيه جيت فيك مش في خوك راجل برون الناس تعرف مشيت فيك ومش في خوك بالرسمي كي تسمع البيران الثلاثة اللي جبت فيهم خوه راهو مشاش في خوه والناس تعرف نعرف لي ما فماش شكون كي يتحطم يستعرف صبوا اخواتي نعرف نعرف اللي كيف ما فماش شكون يتحطم يستعرف يعني لهني الاولاد راك مش تلقى شكون راه يربح البيت راه الزوز باش يقول لك اني رابح واني رابح واني رابح من الاخر معناها راني رابحك وفي بالي بروحي رابحك لكن بتبيع انت ماكش مش تستعرف معني تقول لي زايد ما تزين نستعرف نعرف لي ما فماش شكون كي يتحطم يستعرف صب واخواتي تقول لي زايد نصب واخواتي تقول لي زايد ما تزيه الناس تعرف بالرسمي اني قلت له زايد يزي ما عادش تزيد برو تراك اللي فات برو باش يدي بان يروح وسب امات العباد تاو شنو شي يعمل وسب الناس اللي ترياكتي باش الناس اللي ترياكتي ما كيما نقولوا عرفتك اللي تمشي لعاون حاكمة انت جاي مع زميلك فهو يولي يتعامل معاك بلطف اكثر باش ما تحسش اللي هو جاي مع زميله فاهم هو عمل لك كيك ليه لحظة الناس ما تبرهاش زاد هذه راه طلع حكي في ستوريات قال الناس اللي ترياكتي الكل ما تعرفش ترياكتي والزبيرة ما تبرهاش زاد تقولوا ليه ها ماهوش يقصد في الناس اللي ترياكتي راهو يقصد في خوه تكتلت ورياكسيونات ورا الزب لو ليه يا لو ليه اخونا اخونا استعرف كلمتين شو نقولهم لك وذنك تسمع خشمك يعرض انت تركب في الكلام وين لاني فما غلطة هسه اسمع الصوت كاش قص لنا زين استعرف كلمتين شو نقولهم لك وذنك تسمع خشمك يعرض انت تركب في الكلام
ريتها كيفاش؟ هذا الكل كامل من الزربة، هاك علاش اني واحد من الناس ضد الزربة، ضد متاع نهبط في 24 ساعة ونهبط يا برو ما تزربش، هذه هذه مشكلة في الكاليتي. ايد ما تزين الناس تعرف، كلمتيش نقولهم لك وذنك تسمع خشمك يعرض، انت تركب في اللي ريتها؟ هذه كي من الزربة الأولاد. كلام واني في وجهك دول حقيقة، نشاهد فيك على روحك بكلام وتجيبك الليقة ما خسرتش. نشاهد فيك على روحك بكلام وتجيبك الليقة بالرسمي، فما برشة بيران في تراكو برو يشهد على روحه السيد. حتى كرتوشة مت بالنيران الصديقة الناس ما خسرتش، حتى كرتوشة مت بالنيران الصديقة. اللي تثبت اماتها ناس عاتية فينا احنا الثقة، يعني الناس اللي تثبت اماتها ناس عاتية فينا احنا الثقة. يعني برو ما تجيش تحكي لي حتى زك ام احكي تحكي ليش تقول لي اش بيك واش بيك. الناس هيكي على ذمتي يعني، الناس هيكي ما تنجمش اليوم تعبر على روحها. مش تقول لي سب اللي سبوا له امه، لا برو سب اي انسان يكومنتي لي، سب اي انسان يكومنتي لي. التراك الجاي برو اعتذر من ماك انت برو، ما تسبش امات العبيد وهكوما ما تسب ناس سبوا لك اماتك. اطلع في ستوري قول اخويا سامحوني الناس اللي تكومنتي البسعاده، راو برو الناس راني اني نقصت في اللي سبوا لي امه، فاعتذر اطلب منهم السماح ايزي. يا عبارة سبيت امي سبيتش حشاها امك، اما باش نحشاها معاك نقلع لسانك من فمك. انت هاك العب لك عليها ديجا، سبيتش حشاها امك لاني اقوى برشا من كل شيء. سبيت ما طلعت امك حشاها ما دخلهاش، اما باش يقلع لك لسانك من فمك. ما كلب تهمك روحك، جيت باش نسب بالانجلش عرفتها زبي برو. شبيك اخونا روحي روحي حد ما يهمك، فاناتك زادك ومنت تقلع لسانك من فمك. انتي كلب تهمك روحك، روحي روحي حد ما يهمك، فاناتك زادك ومنت تسكتش عليها سب لك امك. فاناتك زادة كومنتات ما نسكتش عليها سب لك امك، لهني يقصد يلوح فيها الناس اللي تحبه. هو راك ديجا حطيت لنا كومنتير يا برو، راك ديجا حطيت لنا كومنتير، راك تكومنتي يا صاحبي. راه سب اي انسان كومنت باش تقول ما تبررش ضعف كتيبه، هو ضعيف في الكتيبه. قوم ها خويا العب له عليها، العب له عليها، العب له عليها، العب له عليها. بالرسمي خرجت لزقو في 24 ساعة، علاش ما قلتش خوك روح غادي شد استنى الساعة؟ لاني كان بالرسمي لزقو في 24 ساعة، علاش ما قلتش خوك روح؟ لاني استنى الساعة. يعني ريت اللي حكيته في الفيديو الكل لعب له عليه لاني في التراك هذا. اوه يو 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 كذب ويحكي ريل بالفرشة فيك كلام بياعة، تهاو كذب ويحكي ريل بالفرشة فيك كلام بياعة. اخونا وقت نحضر في مقاطعة تراك وحاضر مكساعة، وقت اللي نحضر في مقاطعة تراك وحاضر مكساعة. هاك علاش ما جاوب في تراك وليتس جو تراك وما في حتى شيء مجاوب هيكل، ما مجاوب حتى هيكل. هيكل ديجا حاكين فيه بالموضوع هذا، قال لي راهو تراك وهذا حاضر من قبل. قال كيفاش معناها ماهوش مجاوبني على حتى كلمة في التراك، واضح اللي تراك وحاضر من قبل، فهم علاش؟ على خطر ديجا احنا حكينا في الرياكسيون عليه هو شنو شي تسمى اسم التراك وبرشا حاجات اخرين، فهم؟ فهو وقتها بدي يكتب ويحضر في تراكو. هني فما ذكي من هيكل، فما ذكي رانا فايقين بيك برو، رانا فايقين بيك. هرتك رجحها حقيقة مش نمتعي شاعم شاف في بالي بنزر تحومتك، حد قدام داركم ماشي في بالك هيكي حومتك. اوو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 و
قبل زوز مش حلقة بركة، قال له كي مشيت البنزرت مش بالي بنزرت حومتك، هيك الخاطر خويا يقول اللي تونس الكل حومته، فاهم؟ فماشي في بالي بنزرت حومتك، شوية طلع أنت قدام داركم هيك يا حومتك. أي 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 يا خويا، والله يمشي نيك لا تقولوا لي خوك لا شيء، يا الأولاد بالله شوية منطق، بالله شوية منطق يا الأولاد، برجولي يا خويا، برجولي شوية منطق يا أخونا، شوية منطق، شوية منطق. مسالش يا برو خويا في بالي بيك، تحب هذاك وتحب هاكا، واحنا كيما نقولوا عنا لغه كي يبدا انسان يحب رابور ولا حاجه، رانا فانات جمهور، فانات جمهور نتاع كوره، معناها الناس عقليه جمهور كوره ما فماش. يا ودي جمعيتي تلقاها الاخره في الترتيب، ونجي نقول لك ليه يعني جمعيتي اقوى جمعيه واني مش نورمال. ليه لا وليد شويه منطق خويا، عاودوا لي البرهاد. ابو يحكي لي بالفرشه فيك كلام بياعه، وقت نحضر في مقاطعه تراكو حاضر مكسع، حقيقه مش نتاع اشاعه، مش في بالي بنزر تحومتك، حد قدام داركم ماشي في بالك هيك يحومتك، نطلعك فوق البافل ونلف الميكرو على كرومتك، ما قلت لك تشبه لدريك ناقص تولي بومتك. اوه تشبه برشا لدريك ناقص تولي بومتك، فوق كتفك ها كوبي كلي
سلم لي على حومتك وقول لهم راني جيت لو مالي رياكتي ونحكي على روحي يا بكاي هاك طلعتك على روحك في ستوريات يا خريق لانيه بالرسمي برو انت تقول كيفاش طالع يحكي على روحه في الرياكت برو هاك تحكي على روحك زاد انت في ستوريات نس كل انسان شنية الوسيلة اللي عنده باش يحكي بها على روحه فاهم يعني انت اليوم كان انسان باش يجيبك انترفيو ما كبش تحكي على روحك زاد واني مشني نورمال ويني ويني انت ما عندكش الوسيلة ما عندكش الوسيلة انك تعمل فاهم قدام الناس حاشية معاك منا للعام الجاي عجبتني اهبط من السلوم الضحك عليها قريب نموت يعني عجبتني اهبط من السلوم الضحك عليها قريب نموت بالرسمي لاني ديجا عملتها في الفيديو الاخر لوليد الاقبل هذا امشي واعمل عليه طل بالرسمي اولا العظيم يعني بالرسمي هذه غبية برشا لعملها ياسر غبية برجولي يسبي لوليد يدي فما حاجات راهو ايزي فك في تراكو حط الفيزولايزر متاع هيكل واسمعها اهبط من السلوم اهبط تقول معناها ريت الفيزولايزر متاع هيكل هو زاد الصوت يعني متاع هيكل اهبط من السلوم ونطالع ولا طلعني معاك اخونا اخونا يعني عبارة الفيزولايزر اللي بهم ردوا صورة وصوت العبارة الفيزولايزر اللي بهم ردوا صورة وصوت هاك اللي فوق اصحاب بدني قلوطة شبع موت الحلقة الاخرى سكرناها رجعت نشمع في الحانوت اني جديد الحلقة الاخرى سكرناها رجعت نشمع في الحانوت باك واني العقلية صحيحة يا مدك ياسر خفيف تراكو بسعادك يسمعوا ما وضحك ياسر خفيف تراكو بسعادك يسمعوا ما وضحك شوف لوليد اللي يعجبك في البيف هذا تدخل الكومنتاريات متاع تراك بيت بوي حلو تلقى الناس كل بيت بوي حلو ربح تدخل التراكات متاع هيكل تلقى الناس كل كي هيكل ربح لهني شي يوريك شنو اللي زوز كاسحين لدرجة ان الناس ما تنجمش تحكم الناس جوهم بي لكن اني واحد من الناس رافي تراكو الاخرين يعفط مشي في برشا فمت في سبيل نمط العبيد وعنده برشا غلط على سبيل المثال اسم التراك على سبيل المثال فاست اهبط اهبط من سلوم برو زبي الضحك هيكي على سبيل المثال فاست جبت خو خطر ديجا قلت لكم هيكل ملاوح له فخ وظهر اللي تراك ولول فما فاني كشخص رافي تراك مش ضعيف ماهوش كاسح فما برشا ناس قلت لك التراك كاسح لا ضعيف علاش على خاطر الراف الاغلاط يمكن اني خاطرني طرف من البيف بديت اللوج على الاغلاط اكثر من اللوج على الايجابيات هذه تنجم تكون وبالطبيعه يعني باش نكون ما نجمش نكون راني انسان محايد في حاجه في حاجه كي هذه واني قاعد نتسب واني كذا فلذلك الاولاد ما تلومونيش فاني جيت عطيتكم الاغلاط وما عطيتكمش نقاط القوه مثلا فلاني لازمكم تعذروني خاطر ما نجمش نكون محايد برو ما نجمش راني طرف من البيف اما زادة مانيشني قاعد نحكي لك في حوايج ماهيش صايرة ولا حوايج ماهيش واقعية نحكيو في واقع نحكيو كي نقولوا سب مات العباد راهو سب مات العباد بلا استثناء ما تقوليش لا سب مات اللي الناس اللي سبت له امه انت قاعد تبرر له في كتيبته الضعيفة خاطر كان ينجم يكتب كما قلت لك البار ينجم يكتبه كيفاش لكن هو من درجة انه ضعيف في الكتيبة حتى فانيتو سبهم خاطر فانيتو تكومنتينا كي تجي تفسر البار بالضبط فلذلك ما نبرروش ما نبروش كلكم في الرب تتفكوا كي جاوبوا سعادة تتفكر يا لك بوي لو طاحوا قدرك كعب تاع الميحان بدل اي كائدة بوي اسكت يا حرس خلي تحل لهني الاولاد بروز زبي شوف الراجل وين يخمم شوف الراجل وين يخمم شوف الراجل وين يلعب بدل اي كائدة بوي اسكت يا حرس خلي تحلو نحطوا حرف البي والا والدي والبي والاو والايجريك ديجا هو حطهم لك بالاحمر لهني نلقاو باد بوي شفتوه كيش قاعد يكتب جاب له اسمه يا اخونا يا اخونا قلت لك راهو السيد كاتب له بار فيه سبعة مرات كلمة واحد وقال لك احسب قداش من واحد يقصد احنا كجمهور وكمستمعين احسب قداش من واحد باش تعرف اني في شكون نكلاش يعني مانيش نكلاشي فيه هو وحده نجاوب فيك وفي قداش من واحد احسب قداش من واحد طب باش تعرف النتيجه اللي هما سبعة واحد اللي هما سبعة من الناس اربعة رابرات وثلاثة اخرين ما بينات يوتيوبر وكذا وتيك توك يا برو شوف العمق في الكتيبة شوف العمق في الكتيبة ولا من بعد كي قالوا بسعادة بيت ناس قاطعة بوي ولا كيفاش حاسيلو لهني اسمه خذي الحاجة الزبورة في اسمه حتى نسبها لروحه بسعادة بيت ناس قاطعة بوي خلالو البوي اللي هو يعني ولد يا برو فما عمق في الكتيبة الراجل
يا ودي يمشي نايك خويا ولي نايك، خلينا عقلانيين شويه يا الاولاد، خلينا برود. فرج البار يا صاحبي، فرج البار، فرج الراجل وين يلعب. يا عند خويا نعرف اللي انتم ماكمش باش تقبلوا مني شيء، والله اني نظن خويا مع شريكتي جمله لا عليهم لا على هذا لا على هذا، خطر الناس ماهيش باش تقبل مني، باش تقول لك اه اخوك في الاخر تحكي على اخوك. هما ناس تحبنا وكتبون كاتبين كومنتيرات لا ما عادش رياكتي انت وخوك هكاك تحكيوا على ارواحكم وكذا، فما حبهاش يا برو نحكيوا منطق يعني. بلا خويا اقعد منطق منطق، انا راهو ماهوش يرا فيك حد، راهو ماهوش يرا فيك حد، انت توا تتفرج فيا وماهوش يرا فيك حد بالمنطق. شفت العمق نتاع البار، شفت العمق نتاع البيران نتاع تركت الاخرين، ديجا اني ما فقتش بيهم كان الا هو فسرها، راه هو فسر لي كي يعني جيت في البار هذا قلت له الزبي لا درجة عمق. الزبي برو قال لي راني نكتب هكيك من قبل 200 اعطيني حاجة عميقة هكيك، قال لي واحد واحد الزبي، قلت له معناها سبعة واحد هاكم تقصد بيهم فلان وفلان 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 وفلان، سماهم لي سبعة. مخي وقف بعتلي لا البيت بسعادة بيت، راني مانيش نقصد يا بيت، لا بسعادة بيت بسعادة خايب. يا اخونا يا اخونا اسمك بعثرته في بار وباقي تحكي على الفلو، باقي تحكي تحل في هاكا قال لك اسمك بعثرته في بار وباقي تحكي لي على الفلو. فمك وتجبد في ثالث خونة ديتو قال لك شجيش، باقي تحكي على الفلو، باقي تحكي تحل في فمك وتجبد في ثالث خونة، باقي تحكي وتحل في فمك وتجبد في ثالث خو. لهني جبدني يعني في التراك الاول اللي بعث لي العباد تقول لك شبيك تحكي هيك في رياكسيونتك برو، جابدني راه باه هيكل وزيد جبد ثالث خو يعني طاوة غيث كان يهبط تراك طاوة يقول لي شو كيفاش هاو ثلاث اخوات تكتلوا فيه تاو هو يجبد فينا. هذيك المشكلة اللي احنا الاولاد فم حاجات بعد يقول لي هو يبكي متكتلين فيا ودر شنو يا اخونا يا اخونا. ناديتو قال لك شي 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 يهزك ويوريك الغول، ناديتو قال لي شي 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 يهزك ويوريك الغول. تحشالو يسب الناس اللي ترياكت اللي صحيحة اللي صحيحة اللي تحشالو يسب الناس اللي ترياكت برجو لي بصفة عامة راه اختانا من البيف هذا اختانا من البيف هذا اللي تحشالو في اي بيف، خاطر الناس اللي ترياكت هي اللي مش تقول هي اللي مش تختار شكون انا اللي تحشالو قال لك ايوا وناديتو قال لك شي 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 يهزك ويوريك الغول اللي تحشالو يسب الناس اللي ترياكت وحتى الببليك ما كاش اول واحد انت نفس غلط الكل باين منهم انت وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلطي وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلطي قالوا اول مره نشوف واحد مسمي من غير اي كا اي كيكا هاو نك حشيل حشيل قالوا زي ثاني واحد مشني اول واحد ثاني واحد بعد البلطي يا يا لاني فما على هني لعبلو في تونس هيك لا مشالو لامريكا اني نمشيلو اني جيت في بلاصه هيك اللي مشيلو للكولتير اللي يحكي به هو امريكا ودنيا وانجلش كندريك لامار بلا عاود هالي هذه خويا احكي تحل في فمك وتجبد في ثالث خو ناديتو قال لك شي 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 يهزك ويوريك الغول ليه تحشالو يسب الناس اللي ترياكت سبو حتى الببليك ما كاش اول واحد انت عاودوا في نفس الغلط الكل باين منهم انت وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلط ليه تحشالو يسب الناس اللي ترياكت سبو حتى الببليك ما كاش اول واحد انت عاودوا في نفس الغلط الكل باين منهم انت وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلط. لا 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 زابور زابورة الزبي تخسروا بيه في تسبوا الناس اللي ترياكت الزبي وما تحكي ليش انت معاش تبرر راه سب الناس اللي ترياكت ستورياتو وبعت في التراك ما تقول ليش حزة باجية يقصد بها هيثم كيفاش لا يقصد في الرياكتي والكل يا الزبي الاولاد انت معاش تبرر يا اخونا لا لا هذه الزبورة هذه شخت عليها كتكنيك وك بابا في فمك وتجبد في ثالث خو ناديتو قال لك شي 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 يهزك ويوريك الغول ليه تحشالو يسب الناس اللي ترياكت حتى الببليك ما كاش اول واحد انت عاودوا في نفس الغلط الكل باين منهم انت وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلطي وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلطي بلا حشوة هذه جابولو في فمه قالوا اول مرة نسمع نشوف واحد ما عندوش اي كا اي قالوا ثاني واحد راني بعد البلطي يا اخونا سلام عليك راني ثاني واحد تحشالو يسب الناس اللي ترياكت سبو حتى الببليك ما كاش اول واحد انت عاودوا في نفس الغلط الكل باين منهم انت وسعد الاي كا اي ثاني واحد بعد البلطي مش قرينا عليه الفتحة ودفناه وقلنا توفى على قبر مش قرينا عليه الفتحة ودفناه
عمري شي يقولوا بس عاد جاوب في جد جاوب في جد تك 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 جاوب في جد جاوب في جد الدايم الا وجه الله الدايم الا وجه الله الدايم الا وجه الله واخوني اخونا الوليد الوليد والله يشوف اني عارف طوال عبيد باش تبدا تغزر لي نظره نتاع جاي مع اخوهم نتاع كذا ونتاع كذا والله يشوف اني اخويا راني نخدم في خدمتي فاهم فما شويه انحياز مش شويه برشا انحياز الخويا لكن نعطي فيه في حقه ماهوش يعمل في تراكات معفطه ونجي نقول لك زبور ماهوش قاعد يكتب في كتيبه معفطه ونقول لك زبور صحيح ولا مش صحيح مسالش يا اخويا كان هو يعمل في كتيبه معفطه ومعفط وني نقول اللي هو الزبور برو قول لي راك منيك سبني اخويا لكن اني برو سيدي سبي يكتب تراكل كل نكته يحلو في المي ثاني مره يعملها مش مره الاولى ثاني مره جيب انت قلت ما عندوش هيك اي ثاني واحد راني مش اول واحد اول واحد قال غلط راو برشا غلط في تراكو كيف كيف اسم التراك كيف كيف برو زبي معناها يا اخي وين ما تطلع قلكم ليه مازلت حي لا ما متش راني جي فزت الواحد فزت الكتيبه نتاع اخوه بدي قلت لك السيد راهو محضره له البار يعني متوقع هو شنو يكتب متوقع هو شنو يكتب وديجا هو كاتب هالو باش يجيبه في الفخ ما حبش طول يقول له مثلا انت ما عادش ترابي على اخوك على خاطر كنت تخدم به وقت اللي كان في الحبس وطوى روح لا عطيه هالو اخويا انت كذا وانت كذا وربي يخلص واحد قال له اخويا روح ولا احشاه روحه كان رجعها في ليتس جو خير كان رجعها في ليتس جو ابرك هو رجعها بعد يعني ظهر اللي ليتس جو مكتوب من قبل اخونا اخونا والله اني الاولاد راني صدقوني راني ما نغرتش راني والله العظيم اني ننغر على الناس اللي تحبني برو سبني اني نيك الحاله برو قل لي دي راني نضحك قال راسك هيثم راسك يرزب ولا كيفاش قال راني نضحك برو ما تغيظنيش اما تسب لي في ناس برو تتبع فيا ناس تحبني ليه برو ليه صاحبي ما نجمش الناس اللي تحب تبوي حلو تبرر من امس في مساجات انستغرام كومونتيريت كل شيء الاولاد خويا عندك الحق انك تختار الانسان اللي تحبه عندك الحق تقول حقك برو انك تقول بيت بويا حلو ربح حقك ما يدي اقسم بالله ما يلومك حد ما يلومك حد يا صاحبي حقك وهذه نظرتك وهذيك هيك وزنك الجابت خويا ترى في السيد اكسح ترى في السيد خير ترى حقك صح لكن مش من حقك انك تبرر سبانه ما تلعبي رانا قلنا برو كان هو يقصد بالرسميه كان ما هبط ستوري هو قال اني نقصد في الناس اللي سبت لي امه لهني باقي راك تكلاشي في روحك مطلع روحك ما تعرفش تكتب راك مطلع روحك ما تعرفش تكتب لكن انت لا اني نعرفك ايش قصد انت من قبل ما تهبط تراكك هبطت تراك حكيت فيه بالخيب على الناس اللي ترياكتي قلت بخلاف 10% وحتى ال 10% يخطوا ويسيبوا فان بعد جيت ملول في اول التراك هيا رياكسيونيت ورزبي حزاز مبجين لهني تقصد فرق في الناس اللي ترياكتي الكل تحكي لي حتى حكي نحيت واحد ولا زوز استثناء اللي هما كيما نقولوا احنا فما واحد هذاك واضح في الاستثناء ديجا خاطر واضح متحيز معك على الاخر الثاني ما نعرفش شكون خاطر كان باش نحطوا 20 اني ما نعرفش 20 واحد رياكتيو في تونس لكن 10% نتاع زوز 10% نتاع 20 زوز هذوما الزوز واحد منهم السيد الاخر اللي جاي معاك والثانيه ما نعرفش شكون الناس اللي رياكتي كل كي يا خويا تخدم في خدمتها حسيلو مانيش فاهم الكاميرا شباب ولا تقص على الاقل حاجه فما شيء بطري مشرشه كل شيء حاسيلو الاولاد لهني نكملوا الرياكت بتاعنا مش رياكت اناليز بتاعنا فسرنا التراك بالبار بالبار الاسم الكذا خويا بيس اند لوف ما نعرفش البيف مازال متواصل ولا كيف كيف قلنا كان بتبيع حلوب شهب التراك باش نحكيو على التراك كهو كيما فيديو البارح وكهو فاهم رياكسيونات الحقيقه معاش نجم رياكتي خطر اني باش نجيب السيد اللي سب لي جمهوري باش نحطو كيما نقولوا احنا الجمهوري هاي الاولاد هاي تفضل ليه ما تجيش الاولاد ما تجيش الاولاد ما تحسونيش اللي اني متحيز معني واللي اني لا خايب لا نحكي في واقع راني نحكي في واقع كيما قلت لكم راهو كيبرر اللي هو سب الناس اللي سبت له امه في الكومنتات لهني يطلع روحه ضعيف في الكتيبه برو ضعيف في الكتيبه كنت هاو نقري كاني نعلمك كاني اللي ما نعرفش هاك ماك تقول اني ما نعرفش هاني نعلم فيك اكتب برو بار يكون من الناس اللي سبت لي امي في كومنتاتك عزيبي
ما تنجمش تكتب الكيك، اما انت ما قصدتش الكيك، انت ما قصدتش الكيك خاطر من البار اللي قبله نفهمه نيكم اللي حلوها لك حشمه مطلع بيت تبيع شكون هما اللي حلوها له، هما جماعه الرياكسيونات اللي قالوا هيك الكاسح وما سخبناش هيك هيك وهيك هيك، يعني كلمه حلها لك يعني عطاو فيك خلوك تاخذ في روحك الثقه، فسب لهم مات ايزي الاولاد يعني ايزي ايزي على الاخر زيد نجيبوا لدي مسلم عمره 5 سنين يفهم هذا يفهمها يعني الاولاد ما غير ما نبر حاسيلو الاولاد بيس اند لوف برشا قلوب وبرشا حب بسعاده وباي باي. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر.